أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا، وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا، وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا، وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا، وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا، وأبر محتسبا بأم وأب، فاض علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا، أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا، فأكون بالقيم العظيمة جدولا، نسقي الحياة محبة وفعالا، هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا، هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا، لا تسأل المقدام عن سبل العلا، ستراه طيرا بالعزيمة جاء، أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الجانب الشرعي. طبعا انا تخرجت من كليه الشريعه من الجامعه الاسلاميه، تخرجت من كليه الشريعه بالجامعه الاسلاميه عام 1428. انا كنت اتوقع لو انا عرفت دي اكسين في الفتره اللي تخرجت فيها ما كنت دخلت دي اكسين، كنت شطبت عليهم مباشره، لاني كنت اعتقد انه هذه التسويق الشبكي كله حرام عن بكره ابي، ما في اي اباحه. لكن سبحان الله مرت علي العشر سنوات هذه كان فيها قراءات مختلفه، وقراءات لمشايخ اخرين ومذاهب مختلفه، وقراءه تعمق في المسائل الفقهيه والاصوليه، ففهمنا اشياء كثيره جدا ما كنا نفهمها في الدراسه، يعني حقيقه توسعت المدارك والمفاهيم. ولذلك الاخ لما عرض علي الفكره ورحنا اشترينا المنتجات، احنا راجعين للبيت جاب الاخ بدر محمدي برضو متخرج معنا من كليه الشريعه، والاخ بدر كان قبلها باربعه اشهر بالضبط كان جلس مع الشيخ محمد السحيباني واخرج الفتوى هذه اللي وراني اياها كذا مكتوب بخط يد الشيخ، قال لي هذه اشوف ومسوي لها تغليف كذا. فالشيخ محمد ناصر السحيباني لما جاء استفتاه الاخ بدر قال له الشيخ اول شيء جيب لي النظام كامل مكتوب، بعد ما قرأ النظام وطلع عليه طلب منه المنتجات استخدمها الشيخ، بعد ما استخدم
بعد ما استخدم المنتجات تقريبا 3 أو 4 أشهر طلب منه ينادي كل القادة الكبار القدماء في الديكسين اللي لهم 10 سنوات 12 سنة في المدينة وجابهم وسألهم أسئلة دقيقة في النظام عن أشياء دقيقة في النظام فأجابوه فمباشرة كتب الفتوى أنه النظام هذا لا يوجد فيه غرر ولا ضرر ولا غبن ولا غش ولا خداع. هذا لحظة جديدة، هذا الفتوى بعد 4 شهور بعد 4 أشهر من الاستخدام من من الاستخدام والاطلاع. بقيت 4 أشهر وهذه المراحل مراحل الفتوى. فشرح لي إياها الأخ بدر وطلعت عليها فأنا مباشرة اقتنعت بسبب هذا. طبعا هي الأصل في الأمور اللي باعها. الله يعني من فريق بدر الأخ بدر. أي نعم فريق الآخر بدر أي نعم. أي لا. تواصل معه كلنا وداري سلمنا عليه. إن شاء الله بإذن الله. أينما تبتر يأتيني خرابي. فسبحان الله. فالأخ بدر يعني زي ما قلت شرح لي لكن هي الفكرة باختصار يعني باختصار شديد على منهج ابن حزم. أنا صرت ماشي بعد القراءات منهج ابن حزم هو أوضح المذاهب في تأصيل أمور البيوع والأمور الشرعية إنه الأصل في الأمور الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني هو الذي أباح لكم. فالله عز وجل حرم أشياء منصوص عليها إما منصوص عليها نصا بذاتها أو منصوص على علتها أو الله عز وجل أو إنه سكت عنها إن الله أمركم بأشياء فأدوها ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فهذه الأمور كلها من الإباحة كل ما بقي ما غير منصوص عليه أو منصوص على علته هو مباح. لا يمكن بعد هذه الآية التي تقول إنه كل شيء مباح على وجه الأرض لا يمكن يكون حرام إلا إذا في نص وإذا ما حصلنا نص معناته هذا مباح أو اللي يحرمه بسبب إنه في ظاهر المفسدة أو ظاهر وكذا معنى هذه الكلمات كلها كلمات طيبة وإن شاء الله ربنا يوفقهم لكل خير لكن هذه الكلمات ما تنقل الحكم من الإباحة للتحريم. هذه العلل اللي إحنا نقدرها عقليا لا تنقل الحكم من الإباحة للتحريم لأنه هذه الشريعة نصت على إنه المحرمات 1 2 3 إذا غير هي غير محرم عليه أيوه أي شيء محرم منصوص عليه. فهذه الإشكالية إنه إحنا فاهمين إنه يعني حقيقة من تخرجنا إنه الإنسان يتورع ويبدأ إن عكس محرم إيه هذا هو إلا تجيب دليل هذا هو حتى في أشياء يعني محرم زينة الله هذا هو. فحصل عكس عملية عكسية للمسألة الفقهية مسألة فقهية واضحة حتى تجد إنه في أشياء محرمة إذا جلست مع طلبة العلم كلهم يقول لك لا والله هذا الشيء مو محرم لكن في الظاهر هم يقولوا لا هذا الشيء احنا ما نقبله ولا حرام كذا في الظاهر يعني في العقل لكن لما تيجي تسمع في النقاش يقول لك لا والله صحيح هذا الكلام غير صحيح. أسأل الله أن يبارك فيكم جزاك الله خير. أنا يعني جميل جدا التوضيح اللي ذكرته ذكرت نقاط مهمة جدا يا أخي. أكثر اللي نعرض لهم فتاوى المشايخ يقولون أنتوا ضحكتوا على الشيخ وديتوا له صورة غير اللي تعرف الشيخ كده يقول لك 4 شهور قاعد يناقش المسألة واستوضح من قادة الشركة واستخدم المنتجات فيعني وهذا طبعا أنا أعتبرها إساءة لأهل العلم. أنا أحترم وأجل كل المشايخ حتى اللي قالوا بالحرمة هذا رأيهم الفقهي والمسائل الفقهية في البيوع الفقه المعاصرة فيها اختلاف شديد ليس في مسألة التسويق الشبكي وأن كنا نحن نتكلم لا عن التسويق الشبكي عموما عن معاملة ديكسين لأن هذا اللي عرفناها وتعاملنا فيها يعني وأيضا ما نحمل ذمتنا بعض خطط أو يعني تعاملات الشركات الأخرى التي لا نعرف إيش منتجاتها وماذا تتعامل. لكن تصور 4 شهور بعد مراجعة وبعد اطلاع على نظام الخطة التسويقية والشيخ رئيس قسم كان في جامعة المدينة الفقه يعني دكتوراه وأستاذ بروف يعني متخصص في الفقه الإسلامي يعني مو إنسان يعني معلش حتى التخصصات الشرعية بها اختلاف لو أقول لك يعني تخصص بالحديث بالقرآن يمكن هذا مو شغله مثل ما تقول جراح
متخصص بالعظام وغير اللي متخصص مثلا في الباطنية غير اللي بالأسنان كذا. فأيضا التخصصات الشرعية يعني لها دور في فهم المسألة وفهم تكييفها. فأنا يعني أقول من خلال هذه الحلقة رسالة إخواني، يا إخواني هؤلاء من يسألون عن هذه المعاملات. ونفس الشيء لما كلمنا أبو أنس عن الشيخ أحمد الحداد في دبي، وأيضا خريج اقتصاد إسلامي دكتوراه باقتصاد إسلامي ومتخصص أيضا ومفتي دبي، الرجل جلس المحاضرة وسمع وسأل وتأكد. يعني بالعكس أنت يعني هذه نقطتين مهمة، اللي يفتون بالتحريم حقيقة أغلبهم لا يتكلمون عن ديكسين، يفتون بالعموم، تسويق شبكة حرام. وطبعا أنت عندك عشرات الأنظمة من التسويق الشبكي، أي منه يقصد ما تعرف، وهذه من أخطر المشاكل بالفتوى أنك تعمم. بينما اللي يفتي بالإباحة إنسان يدرس ويدقق وكذا. وآخرها كانت رسالة لأحد طلبة العلم ومفتي في أوقاف الشارقة، الواعظ الأول الدكتور الشيخ عبد الله الحمادي، يعني 138 صفحة شرح الخطة التسويقية، والله ما نشرحها احنا في الدروس. ويقول استخدمت المنتجات نفس الطريقة ووجدت أثرها في نفسي واستفدت منها صحيا، وسألت عن كثير من العوائل يستفيدون وقاعد يرجع لهم دخل. يعني مو المسألة اني قريت الخطة وشفت النسب ويمكن الجماعة ما يعطوني فلوس. وخصص لها جزء من رسالة الدكتوراه حصل عليها في الامتياز، يعني أكثر من 138 صفحة يتكلم شرح جميل جدا عن خطة التسويقية. يعني هذه الفتوى من التدقيق العلمي والشرعي وين من اللي يفتي في برنامج أبو خمس دقائق؟ والتسويق الشبكة حرام، بس ما تعرف أي يعني يتكلم عن نظام كامل، لا عن شركة ولا عن خطة ولا عنها. جزاكم الله خير، مادة طيلة لك الفرصة. أنا بس شيء للموضوع الشرعي، أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا، وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا، وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا، أنمى إليه وأستفيض جلالا، وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا، وأبر محتسبا بأم وأب، فاضى علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا، وأبر محتسبا بأم وأب، فاضى علي محبة ودلالا، وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجالا، الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا، فأكون بالقيم العظيمة جدولا، أسقي الحياة محبة وفعالا،
هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزاع. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزاع. لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا.